ضمن سلسلة الفعاليات التي تنفذها فرقة المشاة السابعة، نفذ الفوج الثاني التابع للواء المشاة 29 فعالية الحركة الفورية، وهي إحدى الفعاليات التي تنفذها القطعات العسكرية، وتهدف إلى معرفة الجاهزية القتالية للقطعات ومدى استعدادها لأي حدث طارئ في قاطع المسؤولية التابع لها. وقضاء هي تعتبر من الأقضية المهمة استراتيجيا أو ثقافيا أيضا واقتصاديا بالمنطقة، ويعتبر هدف دسم بالنسبة للمجاميع الإرهابية، لكن الحمد لله بمعاونة ضباط ومراتب لواء المشاة 29 وانفتاحهم الصحيح وتوجيهات السيد قائد الفرقة وقائد العمليات، تمكننا من مسك القاطع بصورة صحيحة وتحقيق الأمن والأمان إلى المواطنين. والحمد لله نلاحظ هذا الشيء على الأرض، محبة المواطنين وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية يعتبر نجاح مو فقط للأجهزة الأمنية وإنما نجاح أيضا للعملية السياسية في البلد. انفتاح فوج الثاني لواء المشاة 29-33 خطي ابتداء من نهر الفرات باتجاه بحيرة الثرثار، ونعاهد الله والوطن أن نكون جنودا أوفياء والعين الساهرة لمواطنينا. وفي السياق ذاته، نفذ الفوج الثالث التابع للواء المشاة 29 أحد الواجبات الموكلة إليه، وتمثل الواجب بتفتيش أحد المنازل المتروكة، وتأتي تلك الواجبات لتضييق الخناق على بقايا تنظيم داعش الإجرامي وعدم استغلال المناطق المتروكة والمباني. باشرت اليوم قطعات لواء المشاة 29 بإشراف من قبل السيد آمر اللواء المحترم بتنفيذ واجب بحث وتفتيش وتطهير مناطق مبنية ليلا، وكان الواجب جيد والحمد لله والنتائج جيدة. لإعلام وزارة الدفاع كرر الربيعي.